السلام عليكم. في حاجة ناس كتير جدا ما تعرفش عنها، خصوصا الشباب في الوطن العربي. الموقع ده اسمه انبوكس. انبوكس ده تبع شركة جوجل، هو اسمه inbox.google.com. هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن الايميل بتاعك، الايميل الجيميل العادي بتاعك، تمام، ولكن بواجهة احترافية تانية خالص غير جيميل. طيب ايه اللي خلى جوجل تعمل واجهتين، واجهة الجيميل وواجهة الانبوكس؟ المطورين في جوجل عملوا الانبوكس، تمام، عشان يسهل على اليوزرز ان هم يستخدموا الايميل بتاعهم، تمام، بطريقة افضل واحترافية وسلسة. بمعنى ان هم غيرهم الشكل بتاعه عشان خاطر الناس اللي شغالة على الإيميلات يوميا، شغل يومي، تمام، بتشتغل كتير جدا بالإيميل، معظم البيزنس بتاعها بيكون عن طريق الإيميل، فهم حاولوا إن هم يوفروا طرق سلسة وسهلة، تمام، تخلي اليوزر يشتغل على الايميل بتاعه بدون ما يكون فيه لخبطة كتير. طيب لو حبينا نستعرض كده الانبوكس هيكون عامل ازاي، فهو القايمة اللي فوق اللي هي القايمة الزرقاء ديت دي بدايتها عندنا طبعا، والقايمة ديت عبارة عن الثلاث شرط اللي في الجنب دول، وهي بتعبر عن القايمة او عن القوائم او عن السلايد منيو اللي في الجنب ده. لو اضغط عليه بيخفي لي خالص السلايد منيو، او يدي بحيث ان هو يديني اكبر مساحه للعرض للايميلات بتاعتي بالطريقه دي. خلاص انا عيني دلوقتي كلها واقعه فقط على الايميل بتاعي، ولكن وقت ما اكون حابب استخدم اي حاجه من المنيو ده بقدر استخدمه عادي جدا وافتحه. طبعا هنا انبوكس ديت لو ضغطت عليها بيجيب لي على الهوم تاني، بيرجع على الهوم. عندي هنا السيرش، تمام، وعندي هنا بقيت بقى القوائم بتاع جوجل، بقيت الايكونز بتاع جوجل العادية، اوكي، والنوتيفيكيشن والاكونت بتاعي، تمام. وعندي هنا في زرار او بوتون، الزرار ده انا لما بضغط عليه بيجيب لي فقط ايميلات معينة لو انتوا شايفين، وهتلاقوا ان الايميلات دي كلها موجود عليها البين دي. معناها ايه؟ معناها بمعنى صح ان انت في ايميلات معينة مهمة عندك، تمام، انت عايز تخليها هي فقط اللي ظاهرة عندك. بمعنى ان لو كان عندي هنا وليكن في ايميل، وليكن الايميل ده وانا شايفه ان هو مهم بالنسبة لي، فانا بضغط على بين تو ذا انبوكس بحيث ان انا اخليه دايما في الصورة قدامي، اخليه دايما قدامي، اخليه دايما ظاهر، اخليه دايما متثبت، تمام، في اعلى القائمة، وكمان اقدر اجيبه عن طريق الايكون ديت بحيث ان انا انزل الاقي بس فقط دي الايميلات اللي انا مختارها ومحددها ان هي تكون مهمة بالنسبة لي. عدد لا نهائي من الايميلات ممكن تحدده، وبمعنى وكمان لو حبيت ان انت تزيل الايميل ده في اي لحظه تتك امبرين خلاص بيروح من عندك وبيرجع طبعا في الانبوكس العادي بتاعك. ميزه تانية حلوه جدا جدا، وهي ان هو بيقسم لك الايميلات، تمام، على حسب التوقيت. بمعنى ايه بس التوقيت؟ بمعنى ان هو بيديك توداي كل الايميلز اللي جات لك النهارده، يحطها لك في تاب لوحده، بعد كده اللي جالك امبارح، بعد كده اللي جالك، مش هقولك بقى اول امبارح، مش هقولك اول امبارح، لا خلاص هو النهارده وامبارح، وبعد كده بيقول لك this month، يعني اللي جالك في خلال الشهر اللي انت فيه دلوقتي كله. بعد كده بقى يبدا يقول لك جون، تمام، بعد كده يبدا يقول لك ماي بالشهور كده، بعد كده يقول لك ابريل، بعد كده يقول لك مارش، بعد كده يقول لك فبراير جونيور، بعد كده هيقول لك بقى ديسمبر 2017. يبقى بدأ يقول لك بقى السنة اللي فاتت بس
بالرقم بالشهر بالرقم السنة كمان. تمام. طيب ايه المميزات التانية اللي كانت فيه تميزه عن الجيميل؟ ميزة كمان اللي هي ان هو بيعرض لك الفايلز الاتاتشمنت اللي موجودة عندك، تمام، اللي جاية لك في الايميل بيعرضها لك بره، مش لازم تدخل على الايميل وتفتحه عشان خاطر تشوف الاتاتشمنت الموجودة. طبعا الميزة ديت مع التحديث الجديد بتاع الجيميل ضافوها، اوكي، بس هي في الانبوكس من اول ما طوروا الانبوكس وهي موجودة فيه، فبحيث ان انا لو حابب افتح مثلا الايميل ده الاتاتشمنت سوري ده، تمام، اقدر افتحه. بس هنا هو مفهوش بريفيو عشان البريفيو افيلبل، مفيش بريفيو عشان تشوفه، ولكن احنا لو نزلنا تحت شوية ولقينا مثلا ده بي دي اف، اوكي، لو انا فتحته هلاقي ان البي دي اف اتفتح، تمام، واقدر اشوفه زي ما انا عايز. لو في صورة، لو في فيديو اهوت زي ده كده، اقدر ادخل على الفيديو، اسف، لو في فيديو اقدر ادخل على الفيديو ويقول لي فيو ان يوتيوب، اتك عليها يحولني على طول على اليوتيوب، تمام. لو في صورة، احنا عايزين نشوف صورة، تمام، وليكن مثلا صورة زي دي، اقدر افتحها من هنا تبان لي بالشكل ده، تمام، حلو قوي. طب لو في اكتر من صورة اقدر برضو من هنا اتصفح بي دي اف، صورة، اي اتاتشمنت موجود هيبان لي هنا. طيب دي حاجة. الحاجة التانية ايه؟ طيب تاني مميز الانبوكس ذكي، يعني انت بتتعامل مع حد ذكي، بمعنى ان هو طبعا هو الميزه دي برضو موجوده في الجيميل بس ولكن بشكل مطور شويه في الانبوكس، بمعنى ان انت لما بيجي لك حاجات في السوشيال ميديا، حاجه جايه من الفيسبوك، من الانستجرام، من الجوجل بلس، من اي كان اي موقع تواصل اجتماعي، فهو بيجيبه لك في بند اسمه سوشيال. البند ده بيكون موجود هنا في القائمة، تمام، ديت لو ضغطت عليها بتكون موجودة، بس أنا بمسحها أول بأول، أو بتكون موجودة في الإنبوكس الرئيسي بتاعنا هنا لما يكون جالك إيميل جديد. طيب بس كده لأ، في الأبديتس، تمام، المواقع اللي بتبعت لك ابديتس، حاجه جديده، في نوتيفيكيشن معين من موقع معين انت مشترك فيه، او اي حاجه من الحاجات ديت، هو بيجيبهولك تحت بند ابديتس، هيقول لك الابديتس اللي عندك موجود فيها خمسه فوق ال 25 بلس 25، يعني فوق ال 25 ايميل موجودين داخل ده. بمجرد ان انا هضغط على الابديتس، فتح لي حاجه تانيه خالص بقى، فتح لي كل الايميلات اللي موجوده في الابديتس، تمام، كل الايميلات اللي موجوده في الابديتس. هشوف بقى التوداي برضو بيقسمها لك من الداخل، توداي وذيس مانث، اوكي، لو ما جاتلكش حاجه يسترداي مش هيجيب لك حاجه يسترداي، بس هيقول لك ذيس مانث، اوكي. جالك مثلا ايميل من اي ام ماركت، تمام، بتدخل عليه تفتح الايميل عادي، يعني كده هو بيفتح لك تبويب جوه تبويب جوه تبويب. طب فين الايميلات اللي فاتت؟ فين الايميلات اللي موجوده في الانبوكس؟ ماشي، اوكي، الايميلات كلها نزلت تحت، بس نزلت فين بقى؟ تيجي كده هنا، ده الايميل داخل في الابديتس، تمام، ودي كده اللي تحتيها دي الايميلات اللي موجوده داخل الابديتس، التبويب بتاع الابديتس. وبعد كده بعد كلمه مور، تمام، لو ضغطت عليها هيجيب لي ايميلات ثانيه موجودة بس قديمة، يجيب لك بقى من ماي ويجيب لك من حاجات تانية، اوكي. ولما تنزل تحت خالص يبدأ يجيب لك بقى اللي كانوا في الانبوكس العادي. واضح كده الكلام؟ طيب اصبح انا عندي كده، هو رتب لي دنيتي، ما بقاش كل الانبوكس عندي ايميل ايميلز 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 ايميل، لا 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 ما فيش الكلام ده دلوقتي. فيه دلوقتي ترتيب، هو بيرتبه لك على حسب الايميل اللي جاي لك،
الايميل اللي جاي لك ده جاي لك من سوشيال، هحطه لك تحت تبويب سوشيال، هتلاقي كل السوشيال ميديا موجوده تحت تبويب سوشيال، تمام، وحاططه لك. لما يجي لك ايميل جديد انت لسه ما قريتهوش، هيطلع لك التبويب كامل بتاع السوشيال، ويقول لك انت في عندك اكتر من قد كده موجود ايميل موجود داخلي في داخل التبويب ده، تمام. تبدا تفتح، ما يعمل لكش لودنج لصفحه تانية، لا هي في نفس الصفحه، فوفر عليك وقت، وفر عليك جهد، وفر عليك ان انت تتنقل من صفحه تانية وتفضل قاعد منتظر لحد ما هو يعمل لودنج لتحميل الصفحه كلها البيج كلها، لا هي كل الموضوع جاي في مكان واحد، تمام. حلو قوي، احنا دلوقتي موجودين في الايميل ده. طيب حابب انا اعمل في الايميل ده بن، برضو تقدر تعمل بن، او حابب ان انت تذكر نفسك بعد كده بالايميل ده. بمعنى ايه؟ انا مش فاضي دلوقتي، مش فاضي للايميل ده خالص، مش عايز اتفرج عليه دلوقتي، او عايز اعمل تاسك معينة خاصة بالايميل ده بس بعد فترة، انا بتك هنا وبقول له ذكرني بيه، تمام، بكرة، تومورو، ماشي، اللي هو يوم كذا، اللي هو يوم الخميس الساعة كذا، تمام. هو بيديك ديفولت للايه، للاوقات، ذكرني بكرة، ذكرني في الويك اند اللي هو فرايدي الجمعة، او ذكرني نيكست ويك ساندي على طول اللي هو بداية يوم الدوام بتاعي الجديد اللي هو يوم الحد، تمام. انا دلوقتي قاعد في الشغل وخلاص دوامي خلص، تمام، وعندي ما فاضلش غير بكره الخميس، والويك اند بتاعي جمعه وسبت، فهو على طول دايركت بيقول لك عايز تشتغل عليه بكره هذكرك بكره، عايز بقى تشتغل عليه في الويك اند بتاعك هقول لك وانا افكرك بيه، تمام. وكله افكرك بيه امتى؟ الساعه 8 الصبح. ليه الساعه 8 الصبح؟ بدايه دوامك في الشغل، مش هيفكرك بيه الساعه 12 بالليل، مش هيفكرك بيه الظهر، مش هيفكرك بيه العصر، تمام. يبقى ده الديفولت بتاعه اللي هو بينزله لك. ولكن لو انا حبيت ان انا احط اسلكت ديت وتايم معين تاني ان شاء الله بعد سنه، انا هتك او هضغط على سلكت ديت اند تايم. لو انا ضغطت على سلكت ديت اند تايم بالشكل ده، تمام، هيطلع لي الكالندر دي. احنا دلوقتي في جولاي، ماشي، 18 جولاي. طيب انا عايزه يذكرني مثلا وليكن يوم 25 اللي هو هيكون بعد اسبوع، هقول له 25، هيقول لي التايم عايزه ايه، 8 زي ما هو مورنينج، ولا عايزه افترنون 13 اللي هي الساعة 1 بعد الظهر، ولا عايزه ايفنينج بالليل، ولا عايزه كاستوم. ضغطت على كاستوم، تمام، هيقول لي اد تايم، حط الساعه بقى اللي انت عايزها، طالما انا الوقت بتاعي مش عاجبك انت حط الساعه اللي انت عايزها، تمام، او سايلنت، ماشي، او سايلنت. اوكي، انا هقول له فكرني بيه مورنينج الساعه 8 وهعمل له سيف. اختفى من عندي. ليه يا جماعة اختفى؟ هو مش المفروض ده ايميل ضمن الايميلات اللي موجودة ضمن التبويب بتاع ابديت؟ اوكي، بس هو دلوقتي حفظه في مكان تاني. طب ليه؟ ما انا هقول لك ليه. حفظه في مكان اللي هو الايكون بتاعتها لونها اورنج وعاملة زي الساعة، تمام، اللي هي قائمة التذكيرات. ايوه اهو حطه لك هنا اهو، عشان لو انت حابب تشوف، لو انت حابب تشوف الايميلات اللي انت خليتها تكون هتقراها بعدين او هيذكرك بيها بعدين او اي حاجه من الحاجات ديت، تمام، فهو هيعمل ايه معاك؟ هو هيحطها لك في التبويب ده، عشان لما تيجي تفتح التبويب ده، تمام، تفتح تلاقي كل الايميلات اللي انت حاططها كتذكره. حتى هو هنا حط لك العلامه الاورنج، حولها لك الاورنج مش اسود زي الاول لانها كده متاكتفه، وعمل لك التاريخ بالاورنج، وحطها لك تحت بند نيكست ويك ان هي هذكرك بيها
في النكست ويك. طب انا عايز اعدل، مش عايز نكست ويك، انا غلطان، اعمل ايه؟ طيب حط لك هنا لاست اللي هو اخر واحد انت سلكت عليه، اللي انت اخترته اللي هو هيكون 25 جولاي الساعه 8 يوم الاربعاء، هيفكرك بيه. لا تعال نجربه ان هو يكون النهارده، تمام؟ ولكن دلوقتي الساعه 8 58، تمام؟ الساعة 8 58، لا أنا هخليه 9، 9 دي يعني 21، أوكي؟ أنا هخليه دلوقتي 9، ونشوف إيه اللي هيحصل كمان شوية. يبقى هو دلوقتي هيفكرني بالساعة 9. طبعا أي أكشن أنت بتعمله بينزل لك هنا ويقول لك أنت الأكشن بتاعك هيتعمل أهو. عايز ترجع تتكة عنده، تمام؟ عايز تخليه فانت بتخليه، اوكي. طيب نرجع تاني للانبوكس بتاعنا، كويس. طيب ايه طيب البرومو ده؟ البروموز ديت اللي هي بمعنى صح اي اعلانات بتجيلك من اي شركة، او من اي شركة، تمام، بيجيلك تحت بند بروموز، تمام. خلينا ندخل برضو ونشوف. قال لك هنا في البروموز 22 ايميل، ما قالكش بلس. ليه؟ لان هما فعلا بس 22 مش اكتر من 25، اوكي. طيب تعال نشوف كده هنا، هيقول لك اه عندك النهارده جالك من طيران العربيه ايميل، ماشي، برومو عرض. الشركات كلها بتعمل عروض وبتبعت على الايميل طالما انت موجود في القايمه او مشترك في القايمه، سبسكرايب في القايمه بتاعت الايه، القايمه البريديه بتاعتهم. طالما انت مشترك في القايمه البريديه بتاعتهم فانت بيجي لك الايميلات الايه الجديده. وعندي برضو كمان من موقع اخونا عزيز باشا برضو موجود، تمام. طيب ننزل شويه كده، هيقول لك في الشهر ده، تمام، عندك برضو من طيران العربيه، عندك من طيران العربيه، تمام. طب في جون، طبعا مش كل ده بس اللي موجود، لا ده انت عندك حاجات كتير جدا تانية، ولكن الحاجات التانية ديت كلها انت بتمسحها بقى اول باول، تمام. فده اللي موجود او انا محتفظ بيه لان انا عايزه، اوكي. عندك من ابل، عندك من اوتلوك وما شابه ذلك، تمام. طيب اصبح هنا القوائم دي بالايكونز اللي ملونة دي، هي الايكونز الوحيدة اللي هتلاقيها ملونة هي الايكونز دي، تمام. ديت اللي بتنزل ديفولت مع الانبوكس، واول ما تسطب الانبوكس، تمام، اول ما هتيجي تسطب الانبوكس، اه ما خدناش بالنا احنا دلوقتي. اخدت بالك انت دلوقتي من ايه اللي حصل؟ الايميل اللي انت كنت قايل له ذكرني بيه الساعه 9 ظهر لك هنا، تمام. يعني ايه؟ يعني وقت ما هتقول له ظهر لي او ذكرني بالايميل ده، هتلاقي اول ما تفتح الانبوكس بتاعك تلاقيه في وشك على طول. فاصبح هو دلوقتي قال لك ايه؟ قال لك اتفضل يا باشا، الايميل اللي انت كنت قايل لي ذكرني بيه اهو موجود هنا اهو، تمام. اعرضه لي تاني الساعه 9، اعرضه لك وحطه لك في الاول. طيب هل بس كده اوبشن؟ لا، في حاجه تانية اسمها ريممبر تو. يعني ايه؟ يعني برضو ذكرني بان الايميل ده بس، تمام، اتصل بالشخص اللي فيه. فانا هقول له، هو بيقول لك فور اكزامبل كول، تمام، انا عايز اكلم حد، تمام، بخصوص الموضوع بتاع الايميل ده. فبقول له كول مثلا، كول داد مثلا، اوكي، او كول اي حد من الارقام اللي موجوده عندك متسيفه على الكونتاكتس بتاعتك، تمام. الكونتاكتس بتاعتك اللي موجوده على الجيميل، تمام. وطبعا ضروري 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 اي حد معاه سواء اندرويد او اي او اس، كويس، سواء معاه اجهزه ابل او اجهزه اي اجهزه تدعم الاندرويد، لازم يسيف
الارقام بتاعه التليفونات بتاعته، جهات الاتصال بمعنى اصح، كلها تكون موجوده على الجيميل. حتى لو كان هو بيستخدم ابل، ما فيش مشاكل، تقدر تدخل وتعمل ربط ما بين جهات الاتصال بتاعتك اللي موجوده على الجيميل وتحطها هنا دايركت على طول. لما تيجي تسيف اي رقم تاني، اوكي، او اي رقم جديد، لازم تسيفه على الجيميل، ولا تسيفه على السيم كارد، ولا تسيفه على ال ولا تسيفه على السيم كارد، ولا تسيفه على التليفون. ليه؟ يعني ممكن الموبايل بتاعك لا قدر الله يتسرق والسيم كارد تروح، السيم كارد راحت خلاص، بلس ان السيم كارد بتشيل بس 250 رقم تقريبا، قول 500 رقم دلوقتي، انا ما اعرفش هي بتشيل قد ايه، تمام، ولكن ايام زمان كانت بتشيل 250 رقم، تمام. برضو انت تشيل 50 رقم دي صعب، تمام، صعب. ليه تشيل 250 رقم؟ انت افرض مثلا واحد عندك 5000 رقم، 5000 عميل، تمام، وهنتطرق لموضوع الكونتاكت ده في حلقة تانية ان شاء الله. طيب انا دلوقتي عايز استخدم ال ال عايز استخدم الكونتاكت بتاعتي، احطها فين؟ احطها على جيميل. ايه المشكلة؟ جيميل يعني ايميل عمرك في حياتك ما هتنساه، هيكون زي اسمك، والباسورد بتاعه يكون قوي، وعمرك ما هتكون ناسيه ابدا 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 ابدا. حط عليه كل حاجه ان شاء الله. لو حطيت عليه المعلومات الفيزا كارد بتاعتك، لو حطيت عليه المعلومات بتاعت المهمه بتاعت، صعب اختراقه، تمام، وخصوصا ان انت تقدر تدعم طريقه الوصول اليه او طريقه الدخول الى الايميل بتاعك باكتر من طريقه، يبعت لك رساله على الجوال، فاصبح كده دلوقتي انت مش هتعرف تدخل الايميل بتاعك الا لو بعت رساله. يعني بتدخل الايميل تكتب باسورد وبعد كده يقول لك معلش في سكند اكتيفيشن موجود لازم انت تكتبه، اللي هو ايه، تعمل ان انت تاخد الكود اللي جالك على رساله على الجوال بتاعك دلوقتي وتحطه لي. لا، وكمان حاجه كمان، ممكن كول فروم جوجل، ممكن تضغط على اختيار كول فروم جوجل، تخلي جوجل يبعت لك اتصال على رقم تليفونك اللي انت اصلا مسيبه عنده، او اللي انت اصلا مشترك بيه، او عامل كونكت بيه ما بينك وما بين خطك وما بين الايميل، تمام، تخليه يدخل على تخليه يتصل بيك ويديك كود، واحده رساله اوتوماتيك، واحده بتكلمك بتديك كود، تمام، تحط الكود ده، الكود ده طبعا بيتغير اوتوماتيكلي كل مره الدخول، اوكي. بلس ان انت ممكن كمان في برنامج تبع شركه جوجل بينزل على الاي او اس وبينزل على اندرويد، البرنامج ده هو عباره عن مشغل ارقام سريه عشوائيه، بمعنى اصح ان انت لو فعلت الخدمه دي عندك على الايميل، وقت ما هتيجي تدخل تكتب الايميل وتكتب الباسورد بتاعك، هيقول لك الخطوه الثانيه بعد اذنك اديني الرقم من عندك. الرقم ده عامل زي ايه؟ عامل زي بالظبط التوكن بتاع البنوك. احيانا كده الشركات بيكون عندها عشان تدخل على حسابات البنوك بتاعتها بيكون عندها جهاز بتستلمه من البنك، الجهاز ده بيولد لها ارقام سريه عشوائيه، كل مره بيولد لها رقم معين، تمام، وعلى حسب الرقم اللي متولد حاليا موجود على الجهاز هو نفس الرقم ده اللي لازم يدخل بيه المره دي، ما ينفعش اي رقم تاني، تمام. نفس الفكره دي موجوده على ابلكيشن برضه هنتكلم عليه بعد كده ان شاء الله، وان انت تدخل على الابلكيشن ده ويطلع لك الرقم، تدخل الرقم، فاصبح عمليه السكيورتي بتاعت جوجل ضخمه، فيها اكتر من طريقه وفيها اكتر من، فما تخافش، تمام. وحط بقى فرمت جهازك، اعمل جهازك، انسرق جهازك لا قدر الله، حصل ايه بالذي كده كده انت راجع لك التليفونات بتاعتك او الكونتاكت نمبر بتاعتك كلها. فاصبح دلوقتي عندنا ان احنا لما نيجي ندخل دلوقتي على نقول له كول، هو دايركت على طول هيبص في الداتا بيس بتاعت الكونتاكت وهيقول لي انت عايز تكلم مين، هقول له انا عايز اكلم مثلا الشخص ده، تمام، واقول له سيف، اوكي. هو هيعمل لي ايه دلوقتي في الريمايندر بتاعي؟ هيحطه لي قدامي، هيقول لي خد بالك يا استاذ انت عندك الايميل ده، قلت لي فكرني ان انت تكلم الشخص ده، تمام، واللي رقم تليفونه كده. كول، لو عملت كول وانت على الموبايل بتاعك هيروح متصل بيه على طول دايركت على طول، لو ما عملتش كول، تمام، هيخليه زي ما هو هنا.
تمام، يبقى ادي اول حاجه. وطبعا برضو لو انت عملت كول من على الويب سايت، تمام، هيدخلك على جوجل هانج اوت. اوكي طيب، نيجي لحاجه تانية. هل بس الريمايندر كده؟ لا يا حبيبي، لا، فيك حاجات كتير جدا، بس عشان انت تعمل ده لازم تكنسل ده، تمام. وهقول له بدل كول قول لي ايميل. ايه ده ايميل؟ ايميل يعني ايه؟ يعني فكرني ان انا ابعت ايميل لفلان الفلاني، وبرضه هو بيجيبه لك من الداتا بيز بتاعت الايميلات الاشخاص اللي انت بعت لها قبل كده وموجوده عندك على الايميل، تمام. حلو كده. حلو. التكه سيف، ضغطنا سيف، طلعنا بره، هيقول لك ايميل فلان الفلاني اللي موجود عندك. حلو. طيب انا مش عايز يا جماعه ايميل، هقول له ايميل، اسف، هرجع تاني هنا واقول ايميل، تمام، بس بدل ما هقول ايميل هختار برضو الشخص تاني وهقول له سند ايميل، دايلي ايميل، تمام، يعني ابعت له كل يوم ايميل. يبقى واضح قدامي هنا على طول، موجود عندي هنا ان الريمايندر بتاعي موجود. وطبعا الريمايندر بيكون جنبه الايكون الصغيره دي اللي هي اصلا موجوده هنا، الهاند ديت، تمام، وتحتيها تقريبا زرار او حاجه زي كده، تمام. فاصبح عندنا احنا عندنا الايكون دي مهمه جدا ان هي البن، تمام. كل ديت للناس البيزنس بتاعها بتشتغل بالايميل كتير، ده يرتب لها شغلها. عندك حاجة تانية؟ عندي. عندك ايه تاني؟ عندي الريسايكل او الديليت. الديليت الريسايكل الايكون ديت لو انا ضغطت عليها هتك عليها هيقول لك ديليت، خلاص ديليت، تمام، اتمسح، خلاص اتمسح للابد. لا، اتمسح وبيدخل في القائمة بتاعت بن اللي هي ريسايكل بن، تمام. طيب قبل، نسيت اقول لكم حاجة قبل ما نبعد عن الريمايندر، احنا برضو زي ما قلنا فيه هنا هتذكرني بتوقيت معين وتاريخ معين، تمام. لا، انت في عندي كمان قائمة اسمها ريمايندرز اللي هي هتذكرني بحاجة تانية اللي هي ايه؟ هتذكرني بالحاجة اللي انا قلت لك عليها، ذكرني في الايميل نفسه، تمام. ده جميل الكلام ده. ما هو هحطه لك برضو هنا في قائمة. النهاردة انت قلت لي ذكرني بده، في ابريل انت سيفت لينك، تمام، في مارش انت سيفت لينكات تانية عايز تفتحها بتتك ايه فتح منه. هنعرف يعني ايه سيف لينك بعد كده، ودي خدمة برضو بتقدمها جوجل. طيب نرجع تاني للانبوكس ونقول هل احنا عندنا برضو البرومو وبس؟ لا لا لا، عندنا حاجة تانية اسمها تريبس اللي هي الرحلات. انت راجل جات لك تذكرة طيران من اي طيران، مصر الطيران، طيران الامارات، طيران العربيه، طيران اي طيران ايا كان، تمام. مجرد ما بيجي لك هو دايركت على طول بيشوف الانبوكس، بيشوف ان الايميل ده خاص بالتريبس، فهو بيروح مسقطه لك على طول في التبويب الخاص بالتريبس ويطلعه لك بالشكل ده. انا عندي رحله كانت، انا عندي كانت في تذكره، تمام، بيقول لك تريب تو مانيلا، مانيلا دي في الهند، بيجيب لك صوره للبلد اللي انت هتروحها وبيقول لك تريب تو مانيلا، وبيقول لك ان الرحله من 6 ابريل ل 22 ماي 2017. لو فتحتها هيجيب لك الشكل الجميل ده اللي هو الشكل المدينه، وبيقول لك بقى ايه تفاصيل. انت هتطلع من الدمام لموسكيت، ماشي، على الرحلة رقمها كذا بكذا كذا كذا، ولو ضغطت عليها كمان اكتر هيديك معلومات اكتر واكتر بقى، هيديك بقى النيم بتاع الراكب، ويديك توقيت الاقلاع وتوقيت الهبوط والفلايت ديوريشن هتاخد كام ساعة، تمام. ولو عندك كمان الكيت بتاعك هيحطهولك، ماشي، وهيديك الكونفرميشن نمبر. طبعا دي كانت عبارة عن رحلة
الرحلة دي كانت عبارة عن ترانزيت، تمام؟ فهتنزل في موسكيت، وبعد كده هتيجي من موسكيت ديت هتروح مانيلا، تمام؟ اقلعها برضو كذا وكذا، وانت راجع هتيجي من مانيلا لموسكيت، نرجع بقى تاني، تمام؟ ومن موسكيت للدمام، تمام؟ من موسكيت للدمام برضو بنفس القصة اللي احنا شايفينها دي. طيب هو كده بس؟ طب الكلام ده هو جابه منين؟ الكلام ده جابه من ايميل اتبعت لك كان فيه تفاصيل تذكرة. مش لازم الايميل ده يكون جاي من شركة طيران، ممكن يكون جاي من واحد صاحبك، ممكن يكون جاي من مديرك في الشغل، ممكن يكون جاي من اتش ار، ممكن يكون جاي من اي مكان. هو عمل ايه؟ لملك، شاف الايميل ده مكتوب فيه ايه ولمهولك، ولما حس ان هو تريب، تمام، وتذكرة طيران، بدأ يقرأ ويحلل التذكرة اللي جوه الايميل، تمام، وبدأ يعملها لك بالشكل المنظم الجميل ده، يخلي عينك انت تقراه بارتياحية جامدة جدا. طب انا لو حابب اعمل هنا ديليت ذيس تريب هدلتها، ولو حبيت اعمل هعمل فورورد او ريبلاي او اي حاجة، بعمل ريبلاي من هنا. طيب اصل الايميل ده طيب فين؟ هو جاب لي الكلام ده، انا عايز اتاكد. ما هو هيقول لك هنا بقى ريليتد ايتمز، اصل الايه، اصل الايميل اهو كان جاي لك من واحد، تمام، وادي البيانات بتاعت التذكره كلها. شفتوا مدى الذكاء وصل بيه لفين؟ تمام. طيب حلو، في تانية تذكرة تانية تريب تو مانيلا، ولكن ديت كانت عبارة عن وان واي، يعني ما فيهاش ترانزيت، وبرضو قال لك ادي الريليتد ايتمز بتاعتك. طيب في عندك تانية نيو دلهي تو دمام، شوف هنا بقى ادالك ده، الصورة ديت صورة مسجد، تمام، في مدينة الخبر، كويس، فهو ادالك صورة من صور المكان اللي انت نازل عليه، مش اللي انت جاي منه، اللي انت نازل عليه، برضو بيديك اصل، بيديك اصل الايميل اللي هو عفوا اللي هو جايب منه البيانات. طيب ايه تاني عندك؟ تريب فروم مانيلا تو دمام، برضه نفس الكلام. فاصبح الذكاء بتاعه قال لك ان هو حول لك اي حاجه حس بيها ان هي بتكون تذكره طيران للشكل الجميل ده، ويقول لك كمان ادي اصل الايميل او ادي المرجع بتاعي اللي انا جبت منه الانفورميشن كلها، كان جالك من الشخص الفلاني. طيب بعد كده الايكون التاني او التبويب التاني ده سيفد. سيفد السيف ديت هي عبارة عن خدمة بتقدمها جوجل، لو دخلت على اي لينك معين، في طبعا اكستنشن بينزل لجوجل كروم بيبقى موجود في المكان ده هنا، تمام، بحيث ان انت لو حبيت تعمل سيف لاي لينك او اي موقع موجود عندك، تمام، وحابب ترجع له بعدين، بتعمل بس تك على الايكون ده وبتضغط سيف، شكرا على كده، ما عندكش مشكله تاني، اوريدي هو بيجي لك على طول في الايميل بتاعك، يعني بيخليكش تروح في اي مكان تاني، تفتح اي صفحه تانيه، انت هتفضل في البيج ديت قدامي، مش هتحرك من عندي. هو كده معناها كده، هتفضل موجود في البيج، مش هتتحرك نهائي لا يمين ولا شمال، تمام. طيب عندك بعد كده البرشيزز. البرشيزز، تمام، هي كل ما هو فيه دفع مال، انت دفعت فلوس، دفعت فلوس مقابل شراء، يعني بمعنى اصح هيجيب لك، يعني بمعنى اصح هيجيب لك جميع الايميلات اللي فيها اثباتات دفع انت دفعتها لشركات. اثباتات دفع انت دفعتها لشركات، زي عندك حاجة في البي بال، تمام، هيقول لك على طول عندك في البي بال، وكمان بيبينها لك كده كمان ان هو الايكون بتاع البي بال، عشان يبقى انت قدامك الموضوع سلس اكتر. انت دفعت $9.99، تمام، يعني دفعت $10، تمام. طب انا عايز اعرف، ده جابها لك برضو بشكل شياكة، ده الايميل، ده اصل الايميل، والبي بال اهو بعت لك الايميل وبيقول لك ان في انت عملت
شراء لحاجة معينة، دفعت حاجة معينة، تمام، تمنها 9 دولار 99. هو من غير ما تفتح الايميل، عشان لو انت عايز تاخد بس المفيد بتاع الايميل، تمام، هتقول هتلاقي هو عمل لك الانبوكس لوحده ريسيبت، تمام، فور بيبال، ماشي، قال لك دي ده وصل، ماشي، لمدفوعات، تمام، انت دفعتها من البيبال تمنها 9 دولار، وقال لك بيت خلاص اندفعت، تمام، والديت بتاعها كان 3، والصادر ليها هو البيبال. يعني كده البرشيزس كلها، المشتريات كلها بتاعتك هتكون في البند ده، حتى الجوجل بلاي برضه. الجوجل بلاي تفتح جوجل بلاي، اوه، قال لك اه ده انت عندك برضه هنا في جوجل بلاي نفس القصة، في حوالي 18 ريال 99، ده كان بتاع حاجة معينة تقريبا، اه ده كان بتاع لعبة او حاجة زي كده، تمام. بيقول لك الايتمز اللي انت دفعت عليه منين؟ من جوجل بلاي، تمام. التوتال كوست بالدولار هو ما عملهوش. لو انت عايز تعمل فيو اوردر اوردر، تمام، عايز تشوف بقى الاوردر كله كامل، هو هيحولك على جوجل بلاي نفسه من هنا عشان تعرف انت دفعت ايه. اه انت فعلا دافع 18 ريال 99 عشان اللعبة ديت، تمام، تشتغل او تلعبها او تشتريها او ايا كان، اي حاجة من الحاجات دي. اوكي، نرجع تاني. طيب عندك ايه تاني؟ عندك في الابل مثلا، اه انت واخد مساحة اي كلاود 50 جيجا ستورج بلان من ابل، تمام، بتدفع عليها، تمام، 3 ريال و70 هللة، تمام، في الشهر، ماشي، الاوردر فروم ايتونز، تمام، وادي اصل الانفويس اللي جايه لك من ابل. اذا اي حاجه من ادوبي، اي حاجه، اي حاجه جايه لك عن طريق مشتريات انت بتعملها عن طريق الموبايل، عن طريق البيبال، عن طريق اي حاجه، تمام، فهي بتجي لك تحت بند بيرشيزز. مش مضطر ان انت يجي لك الايميل في الانبوكس وبعد كده يدخله لك، تدخله انت بايدك جوه، لا، هو اوتوماتيك على طول بيحط لك في البيرشيزز. ولكن عشان تبقى عارف، هتسالني تقول لي يعني انا كده لازم مضطر ان انا نفتح كل تبويب من دول كل يوم اشوف فيه ايميلات جديده ولا لا؟ يا باشا، اي ايميل هيجي لك جديد انت لسه ما قريتهوش هيظهر لك هنا، زي ما ظهر لك البروموز هنا، زي ما ظهر لك الابديتس هنا، زي ما ظهر لك الفاينانس هنا، تمام، هيظهر لك برضو هنا طول ما انت عندك ايميل. اوكي، الايميل ده انت ما فتحتهوش، تمام. طيب نرجع بعد البرشيزز في الفاينانس. الفاينانس ده جميع ما يخص، تمام، المعاملات المالية، المعاملات المالية، اي بنوك انت مشترك فيها وبتبعت لك ايميلات هتجي لك هنا، اي بنك، تمام، اي بنك، سواء الكتروني او بنك على حسب البلد اللي انت فيها برضو بيجي لك هنا، تمام. طيب ادي السوشيال، زي ما قلنا دي السوشيال، اي حاجة في السوشيال هي هتجي لك على طول هنا. الابديتس احنا قلنا عليها قبل كده، تمام، الفورمز، تمام، دي برضو بتكون موجود فيها. طبعا انت تقدر برضو بعد كده تتحكم، عشان تبقى انت عارف تقدر تتحكم في الفورمز، في الحاجات دي تظهر او ما تظهرش، تمام. والبروموز احنا برضو اتكلمنا عنها. بعد كده اخر حاجة هنتكلم عنها في التبويبات ديت، وهي الايميلات اللي ضعيفة عندك وانت ما بتقراهاش او مش ذات أهمية، بتجيلك دايركتلي هنا في التبويب ده. وبرضو لو جيت للإنبوكس هطلع فوق في الإنبوكس هلاقي برضو إن لو جالي إيميل منه هيجيني تحت اسم نفس التبويب، تمام، ولو فتحته هلاقي جواه الإيميلات اللي فيه، تمام. طيب عندي السبام وعندي الريسايكل بن، طبعا دي سلة المهملات، الحاجات اللي بتمسح فيها الايميلات كلها بكي هنا، وخلينا برضو نفتحها. بتيجي هنا وبيقول لك الايتمز ذات هاف بين ان ذا بن فور مور ذان 30 دايز ويل بي اوتوماتيكلي ديليتد. يعني بيقول لك ان اي ايتمز موجود هنا في القائمة بتاعة البن ديت، تمام،
بعد 30 يوم دايركتلي هي هتتلغي، هتتمسح لوحدها، لان انت اصلا اوريدي مالتها، حطيت ما انتش عايزها، مسحتها فانت مش محتاجها. فهو بيسيب لك مده 30 يوم، ال 30 يوم دول انت تقدر ان انت تعمل ريستور للايميل تاني وترجعه مكانه، او تسيبه هنا وهو هيتمسح دايركتلي بعد 30 يوم ما يعدي عليه في البن. او لو حابب ان انت تعمل امبتي بن ناو، لو انا ضغطت عليها كده واتكيت اوكي، خلاص مسح لي كل اللي في الباسكت بتاعي. طبعا السبام معروف جدا، وهو كل الرسائل الغريبة، الرسائل اللي بتبقى ممكن موجود فيها فيروسات، الرسائل اللي انت ما بتشتغلش بيها، اللي انت تفتحهاش كتير بتجيلك هنا على طول، او اللي انت خصصتها وقلت له ان حطها لي في السبام على طول، فبرضه هو بيحطها دايما على طول في السبام. ليه؟ لان في ساعات شركات او في ساعات ايميل انت بتشترك في مواقع كتير، المواقع دي بتبعت لك ايميلات مش ذو اهميه، ما بتلاقي بقى الانبوكس بتاعك كبير وبقى مضغوط وفي حاجات كتير جدا وانت مش محتاجها، ماشي، وبيبعت لك كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم وانت مش فاضي ان انت لا تمسحها، لا لا على طول حبيبي انت وديها على السبام على طول. وبرده نفس الكلام في السبام، ان كل الايتمز اللي موجوده فيها بعد 30 يوم على طول دايركتري بتروح على البن. طيب في ايه تاني عندنا؟ في الدرافت وفي السنت، احنا ما خدناهوش. الدرافت طبعا احنا معروفه، اي ايميل انت لسه مسافت انت لسه ما بعتوش بيجي هنا في الدرافت بتاعك. طيب في السنت الايميلات كلها اللي انت بعتها بتجيلك بالشكل ده، بتجيلك لو في اتاتشمنت برضو بيجيلك موجود فيها الاتاتشمنت، الاتاتشمنت بتاعك. اوكي طيب في هنا الكونتاكتس، لو انا فتحتها هيطلع لي على صفحه ثانيه اللي هي contacts.google.com، وديت لها حلقه ثانيه خاصه لوحدها تمام عشان نشرح فيها ايه هي الكونتاكتس. كويس، بعد كده كل الحاجات اللي موجوده هنا ديت كلها فولدرات انت بتعملها بنفسك، بمعنى اصح انت عندك مثلا شغال فريلانسر وشغال مع مثلا اكتر من جهه، فانت ممكن تعمل لكل عميل فولدر لوحده تمام عن طريق كرييت نيو تمام، وبتكتب مثلا فور اكزامبل مثلا كاستمر مثلا اختصار، وهنكتب مثلا ام 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 تمام، وبديله سيف. مجرد ما انا بكريت الفولدر تمام بيقول لي، يدخلني على السيتنج على طول، بيقول لي طيب يا استاذ الفاضل هل انت كريت بس كده فولدر وخلاص وهتسيبه فاضي، ولا عايز ان انت تضيف اوتوماتيكلي على طول اي رساله جايه لك او اي ايميل جايه لك من العميل ده يدخل على طول على الفولدر ما يدخلكش على الانبوكس تمام؟ هقول له اد، فهيقول لك لو انت مثلا هنا عايز تعمل ايميل معين جاي من طرف معين، فانت هتقول له اي ايميل جاي فروم مثلا كذا كذا تمام، اي حاجه تمام، فهو هيديك على طول جميع ماشي الايميلات اللي موجوده عندك في الداتابيز تمام، واللي جايه بادئه بحرف الجي تمام. فاي ايميل جاي مثلا من الايميل ده تمام وليكن ماشي، ولو حابب تعمل فلتر تاني اند عايز ايه، ولا ده انا مش عايزه بس اللي جاي، لا ده انا عايزه اللي جاي من الايميل ده ويكون السبجكت بتاعه حاجه معينه تمام، وليكن السبجكت بتاعه يكون مكتوب في سي في، وليكن ده شخص مثلا انا اتش ار والشخص ده شركه بتوفر لي مثلا عمال او بتوفر لي موظفين، فبيبعتوا لي سي فيهات، وممكن يكونوا بيبعتوا لي حاجات ايميلات تانيه، فانا عايز فقط الفولدر ده يكون فيه سي فيهات. فلو انا عايز اقول له هات لي من الشركه دي اي ايميل مكتوب فيه السبجكت بتاعه سي في، ولا وعايز اعمل فلتر كمان انا ممكن اعمل فيه حاجه تانيه، ممكن اقول انكلودز في داخله
في المسج تكست نفسها اي كلمه تدل على سي في، تمام، حطها لي في الفولدر ده. فقال لك from الايميل ده and subject CV and include CV، هيتحط لك على طول دايركتلي في الكاستمر ام 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 اللي احنا حاطينه ده. تمام. طيب في حاجة تانية بيقول لك عليها اللي هي bundle message in inbox، تمام، on ولا off؟ off خلاص هيبقى كده ايه اوف، مش موجود. يعني ايه bundle message؟ bundle message ديت اللي هي بيقول لك ان انت ظهرها لي، تمام، بالشكل ده، اوكي، مجمعه وموجوده في الانبوكس بتاعي، تمام. طيب عايزها امتى البندل ديت تبان في الانبوكس؟ معناها ان لو اي ايميل جالك من الشخص ده بالمواصفات ديت، تمام، مش هيدخل فقط في الفولدر وخلاص وانت ممكن ما تاخدش بالك، لا ده مش بس كده، ده هيدخل في الفولدر وهيكون الفولدر ساعتها بولد بالشكل ده عشان يعرفك الفرق ما بين اللي فوق واللي تحت، تمام، يقول لك ان ده في مسج انت لسه ما قريتهاش، وكمان هيبقى عاملها لك موجوده لحد ما تقراها موجوده في الانبوكس، وبيقول لك كمان انت عايز تشوفها في الانبوكس، تمام، لما تكون المسج ارايف، لما توصل المسج عندك، ولا اعملها لي مره واحده كل يوم الساعه 7 الصبح، ولا اعملها لي كل اسبوع بينها لي في الانبوكس، تمام، كل اسبوع واليوم يكون يوم الاثنين الساعه 7 الصبح، تمام. فانا هنقول له وقت ما يكون المسج ديت واصله، او اقفلها خالص، وممكن ساعتها اعمل تشيك بوكس على سكيب انبوكس، تمام، هو المسج ارايف، ماشي، ومارك ذيم از دون. يعني لو ضغطت على الخيار ده هخلي الرساله اللي تجيلي تدخل على طول، ما تطلعليش بره على الانبوكس. انا هعمل سيف هنا وهعمل كلوز. اصبح عندي، هو بيقول لي هنا nothing in cast m m m m nothing in cast m، تمام، ما عنديش اي حاجه ايميلات جايه حاليا في الفولدر ده، تمام. اصبح ان انا عندي دلوقتي ان انا اقدر اخلي الانبوكس بتاعي دايما فاضي، ما فيهوش غير الايميلات بس الجديده، تمام، والايميلات اللي موجوده عندي، الايميلات اللي موجوده عندي، تمام، او اللي بتجيني على فولدرات اللي انا مكريتها عندي اساسا. قايل له ابعت لي احمد ومحمد وحسين وسمير مثلا، لما يبعتوا لي تدخلهم جوه مثلا الفولدر اللي اسمه ديزاين. فاول ما احمد ولا محمد ولا حسين ولا سمير يبعتوا لي ايميل، هيدخلوا على طول جوه داخل الفولدر بتاع الديزاين، ويبعت لي في الانبوكس ويقول لي ان في رسائل جات لك في الفولدر ده، تمام، وهكذا. فاصبح عندنا دلوقتي الامر يعتبر شبه واضح. عندنا ازاي بقى، خلينا ندخل الاول على هنا كل تبويب من ده او كل تاب من ده موجود عليه علامه الايكون بتاعه السيتنج. ليه؟ فعشان بمنتهى البساطه انت عايز مثلا السيفد، تمام، بتضغط على السيتنج بتاعها وبتشوف السيفد بتاعتك، تمام، السيتنج بتاعها ايه. هيقول لك السيفد عايزك تبقى بندل برضو الانبوكس، ولا عايز تقفلها وما تجيلكش في الانبوكس؟ لا انا عايز اخليها برضو نفس الخصائص هتلاقيها موجوده. وخد بالك هنا في السيفد قال لك ايه، don't forget the articles videos and other links that you want to return to، okay، add them to inbox using the new Chrome extension. وبيقول لك install extension حتى في السيستم، في السيتنج بتاعت السيفد، قال لك خد بالك ان الارتكلز اللي هي المقالات او الفيديو او اللينكز او الروابط اللي انت عايز تحفظها وتجي لك في السيفد، عشان تحفظها لازم تعمل الاكستنشن، تمام، ده، وحاطط لك اللينك. انت بتيجي هنا بتعمل اد تو كروم، تمام، وهو انبوكس باي جيميل، ماشي، وبعد ما يتسيف
this item has been disabled in your Chrome. هي بالفعل موجودة عندي بس معمول لها disable. دلوقتي أنا عملت لها enable. تمام، يعني أنا لو دخلت هنا دلوقتي على setting، آسف، لو دخلت هنا على more tools ودخلت على ال extensions، تمام، حصلها خلاص. أنا دلوقتي عملت لها activate. تمام، المفروض إن أنا أقفل ال inbox، اقفل، المفروض ان انا اقفل الكروم وارجع افتحه تاني هلاقيه موجود عندي. تمام، لا خلاص اهيت. اوكي، بقى الايكون موجود عندي هنا. تمام، يعني بمعنى صح انا دلوقتي حابب ادخل على جوجل بلاي، لقيت الصفحة دي عجباني، الله دي جميلة بس انا مش فاضي اقراها دلوقتي، فهدخل هنا هيقول لي سيف ان بوكس ولا شير ايميل. لا انا هقول له سيف ان بوكس. انا لو جيت هنا دخلت في الانبوكس بتاعي دلوقتي ودخلت على السيفد هلاقي النهارده اهوت انا عملت للجوجل بلاي ماشي سيفد. لو جيت عملت فيو لينك هيفتح لي نفس الصفحه اللي انا كنت فتحها من شويه اللي هي ديت اللي هي البيمنت ميثود، هلاقيها برضو نفسها هنا مره تانية اتفتحت. جدا 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 خطيره يا شباب الفكره بتاعتها، وجميله جدا جدا للناس اللي حابه تنظم وقتها وما تضيعش وقتها كتير في الايميلز والحاجات الكتير اللي بتبقى موجوده في السريع على طول. ممكن تقدر ان انت تعمل الكلام ده في خطوات صغيره وبسيطه جدا جوجل موفرها لك عشان تعمل كل اللي انت عايزه، تمام، بمنتهى السهوله والاريحيه. طيب نيجي برضو للسيتنج تاني، هنلاقي ان السيتنج تاني بتاعت البروشيزز برضو نفس القصه، وهكذا بقى. امشي بقى على الكلام ده حتى في الايكونز اللي انت عاملها بنفسك، هيقول لك برضو الايكونز نفس السيتنج بس بالاضافه للفلترز اللي انت بتعملها اللي هي اد، تمام، وتحط الفلترز اللي انت عايزها، اي ايميل انت عايزه يجي هنا على طول. طيب في سيتنجز ثانيه اللي هي خاصه بالانبوكس كامله بقى. هنا بيقول لك ايه؟ هنا بيقول لك الليبلز بتاعتك اللي هي في الجنب، تمام، اللي في القائمه، ايه اللي عايز تفتحه ايه اللي مش عايز تفتحه، ايه اللي عايز تخليه موجود وباندل، تمام، يجي لك على الانبوكس، وايه اللي مش عايزه تكون موجود خالص. التريب كل الاون يبان، كل الاوف ما يبانش. الاوف ما يبانش لكن هو موجود عندك اوريدي، لكن مش هيبان لك باندل بره، تمام. وانت الباندل ده انت بتعمله زي كانك بتعمل بين كده للايميلات اللي هتيجي جديده وتجي لك على الانبوكس على طول. انت بتعملها مش لكل الليبلز، لا انت بتعملها ليبلز معينه انت عارف ان انت حاجه مهمه بالنسبه لك وانت لازم تشيك عليها على طول، لازم تكون قدام عينيك على طول. السيجنتشر بتاعك بتكتب السيجنتشر بتاعك هنا، وده التواريخ، سوري، تقدر تعدل الساعات بتاعه التذكير بتاعك، وبيقول لك الست يور ويك اند، انت حط الويك اند بتاعك انت سبت وحد ولا جمعه وسبت ولا خميس وجمعه ولا جمعه لوحده ولا خميس لوحده ولا سبت لوحده ولا حد لوحده، تمام. وحط كمان الساعات بتاعتك، الايفنينج بتاعك ده امتى والافترنون امتى والمورنينج امتى، يمكن انت دوامك بيبدا الساعه 6 الصبح، تمام، يبقى خليه يبقى 6 هنا عشان خاطر بعد كده لما تيجي تتكه وتضغط وتقول له عمله لي بكره مورنينج، يبقى مورنينج دي انت خلاص هو عارف ان الساعه 6. يعني حتى دي هو سايبها لك، تمام، ان انت تغير فيها على حسب احتياجاتك انت. بعد كده المساعده بقى في الحاجات ديت، ان هو بيقول لك يعني يعني انت بيساعدك في ان انت تبعت لما تيجي تعمل ريبلاي لمين، تمام، وتبعت لمين، هو هنشوفها دي بعدين. في بعد كده التمبلتس، التمبلتس ديت برضو خطيرة. انت بتيجي هنا بتعمل تمبلتس، كرييت تمبلت، تمام، تبدأ تعمل ايه هنا. انت راجل مثلا شغال في شركة متعود على صيغة معينة بتعملها كل يوم، وليكن مثلا اي حاجة انت بتعملها كل يوم، تمام، ولازم تبعتها ايميل موحد او ايميل كله فيه كلام معين ولكن فيه بيانات معينة هي اللي بتبقى
بتبقى متغيره. فهنشوف هنا هنكتب صيغه الايه التمبلت بتاعتنا، وليكن مثلا هنعمل هنكتب personal data ده التايتل بتاعك او السبجكت بتاع الايميل، وهنا بيقول لك say something، هنقول مثلا ال personal name، وهنعمل كده، وهنعمل date of birth، وهنعمل كده، وهنقول ال age، وهنعمل ال address، وهنعمل nationality، تمام. وهسيب الحاجات اللي جنبيها فاضية، بحيث ان انا ايه ان انا بعد كده انا ببعت الايميل ده صيغة على طول، داتا بيرسونال داتا ببعتها لمديري كل يوم، فانا مش محتاج ان انا كل يوم لازم اكتب كل الحاجات دي اللي انا كتبتها دي دلوقتي. فانا هعملها كده وهعمل كرييت. اصبح عندي دلوقتي لو دخلت في السيتنج ودخلت على التمبلتس هلاقي عندي بيرسونال داتا. هنشوف هنستخدمها فين كمان شوية. عندي حاجة اسمها الهايلايت، تمام، وديت فيما معناها بيقول لك ان الحاجات اللي ذات اهميه مهمه، ايميلات مهمه جدا بالنسبه لك، هتظهر لك في الاول، فانت خليها اون طبعا ان ديت حاجه مهمه. بعد كده بيقول لك الاذرز، الاذر اللي هو الكيبورد شورت كات، تمام، وهيقول لك ميك نوتيفيكيشنز ستاي ذا سكرين لونجر، notification will stay on screen for 30 seconds. هو بيقول لك هنا انت عايز تخلي النوتيفيكيشنز اللي هتجي لك على السكرين بتاعتك longer، يعني more than 30 seconds ولا لا. هو بيقول لك الديفولت بتاعها ان هو بتقعد 30 ثانية على الشاشة. لما ايميل بيجي لك بيتظهر لك شاشة كده صغيرة على الشاشة بتقول لك ان في ايميل جالك، هي العادي بتاعها 30 ثانية، انت عايزه اكتر من 30 ثانية فبتضغط على اكتر من 30 ثانيه. وبعدين هنا لو انت عايز تعمل الهيستوري بتاعتك السيرش هيستوري بتاعك كله كلير، فانت بتعمل كلير من هنا وتيجي هنا تعمل دان. يعني سهل جدا يا جماعه، ما فيهوش سلس حاجه كده، سهله جدا جدا، وهو بيقوم بجميع الواجبات بتاعته، مساعد شخصي ليك بمعنى اصح. هنرجع هنا للانبوكس وهنبدا نقول انا هنا عايز اعمل حاجه اسمها كرييت ايميل. احنا عملنا كل حاجه لكن لسه ما جيناش ناحيه الايميلات، تمام، نكريتها ازاي. انا حاجه كريت الايميل، في عندي بلس هنا اللي هو الكومبوز، تمام، هنا ده ماشي، ضغطت عليه هيفتح لي قائمه، هيفتح لي بوكس جديد عشان اكتب فيه الايميل. هنا ريممبر، نفس الريممبر اللي فوق، ممكن اضغط عليه هنا كده، تمام، يقول لي ريممبر. ريممبر ايه؟ ريممبر كول، عايز اتصل بحد، ماشي، عايز ايميل لحد، عايز اكتب حاجه معينه، عايز اعمل اي حاجه، وبتك سيف وبيجي لي هنا ريممبر. ولو عايزه يذكرني كمان ماشي، فهقول له ذكرني بكره الصبح ان شاء الله بيه، فهو دخل دلوقتي في القائمه ديت بتاعت القائمة اللي هي هيذكرني بيها. اوكي طيب كده بس. لا ده انا ممكن اعمل حاجة كمان، انا هنا في السيرش مجرد ما هكتب اي حاجة عني، تمام، هنا كده اي ايميل، اي اسم، مجرد ما اكتب اسم صغير بس كده عندي، اسم شخص معين عندي، على طول بيجيب لي تحت اوتوماتيكلي كل الرسائل المرسله واللي جايه عن طريق الشخص ده، اللي انا بعتها للشخص واللي انا خدتها من الشخص، استقبلتها من الشخص، يجيبها لي على طول دايركت في الريزلت بتاع البحث. فالبحث كمان السيرش بتاعه جدا سهل 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 سهل. طيب هنا ندخل تاني بعد ما خدنا الريمايندر، في عندي دي سي اي، ايه ده بقى؟ دي الايكونز، اهم ثلاث اشخاص انت بتبعت لهم كتير،
ماشي، او اخر 3 اشخاص انت بعت لهم، مجرد ما هتضغط عليه هو هيحط لك دايركت على طول الايميل بتاعه، مش محتاج ان انت تكتب ايميله تاني. تمام. طيب نيجي هنا بقى لارسال رساله جديده. انا هنا حاطط كمان ان انا اقدر هنا اجيب اكتر من ايميل، اكتر من ايميل شخصي ليا او ايميل شركه او كلام من ده، واعمل له كونفيجريشن بمعنى ان هو يكون كل الايميلات بتاعتي افتحها عن طريق ايميل واحد وهو الانبوكس. انا ما بفتحش اي ايميل تاني خالص، عندي 4 5 6 10 ايميلات انا كله بفتحه من على الايميل ده، وكل الايميلات اللي بتجيني على الايميلات التانيه بتوصلني هنا، وكل الايميلات اللي انا عايز ابعتها من هنا باسم الايميل التاني برضو بستخدمه من هنا، بمجرد ان انا اتك على فروم ديت بختار الايميل اللي انا عايزه من هنا. تمام. حلو. انا عايز ابعت لمين؟ عايز ابعت لفلان، مجرد ما بحط اول اسم تاني اسم بيبعت لي على طول من الداتابيس بتاعتي بيقول لي انت عايز فلان ولا فلان ولا فلان، انت بدات بيه حرف الاتش ولا حرف الايه الايه. تمام. هقول له فلان ده انا عايزه، عندي السبجكت بكتب اللي انا عايزه، وعندي سي سامثينج ببدا اكتب الايه اللي انا عايزه. تمام. طيب فاكرين التمبلت؟ اه. طيب خلينا نشوف بقى التمبلت ديت ايه. اه حاجه تانية برضو، لو حابب اضيف واحد تاني، الايميل ما ينبعتش لشخص واحد، انا عايز ابعته لشخصين، اضغط هنا على الشخص التاني هينزله لي. كويس. خلينا ناخد الايكونز اللي تحت دي كلها بسرعه كده. الاتاتشمنت لو دخلت عليها كده هيجيني الاتاتشمنت اللي انا عملتها من قريب، او اعمل سيلكت فروم يور كمبيوتر واختار اي فايل من الفايلات ديت، وليكن انا هختار الفايل ده وهروح مسيبه هنا، هيجيني بالشكل الكبير ده. انا حابب ان انا اعمله اتاتشمنت، ماشي، هعمل له سند از اتاتشمنت، هيجيني بالشكل ده. طيب كتبت اي حاجه عندي هنا، ده بقى التنسيق العادي بتاع الوورد. تمام. هنا هيجيني بولد، هنا هيجيني مايل، هنا هيجيني تحتي خط زي ما انتم شايفين كده. تمام. هنا بختار الكالر، تكست كالر نفسه. تمام. جالي بالشكل باللون اللي انا عايزه ده، وهنا عايزه كبير، عايزه صغير، عايزه وسط. تمام. وهنا عايز اغير الفونت بتاعي ايا كان. اوكي. وهنا لو عايز اعمل بوينت، هنا لو عايز اعمل نمبر، وهنا لو عايز احط لينك اضيف لينك على مثلا ده. تمام. وبحط اللينك بتاعي هنا www.com. تمام. ولو عايز امسح كل التنسيقات اللي انا عملتها من شويه امسحها من هنا remove formatting. بس اللي انا عايز اوريه لكم بقى التمبلت اللي احنا قلنا عليها، انا جاي دلوقتي عايز ابعت ايميل وحابب ابعته كل يوم، هنا على طول التمبلتس ديت بتك هنا. تمام. اما بيرسونال داتا اللي احنا عملناها من شويه، اما اعمل ميكز درافت اوكي از ا تمبلت، ميكز درافت ا تمبلت اوكي، او مانج ا تمبلت، هبدا امانج التمبلتس القديمه بتاعتي، او هاجي هنا تاني. طبعا انا ممكن اتك على الايكون دي يعملها لي بالشكل ده تاني، ماشي، اضغط عليها تاني هتعملها لي صغيره. ممكن افتح اكتر من ايكون عشان ابعت اكتر من ايميل في وقت واحد. تمام. او اكتبهم في وقت واحد. اجي هنا دلوقتي انا عايز ده تمبلت، هاجي هنا بس كده. ايه اللي حصل يا جماعه؟ خلاص تمام، عملنا كل البيانات اهوت، عملنا كل حاجة اهوت. تدخل تكتب الايميل وتكتب مش عارف الايدج وتكتب كذا كذا كذا، وتعمل السبجكت سبجكت بتاعك وتتك سند، خلاص راح الايميل في منتهى البساطة ومنتهى السرعة. اوكي. وكده معلش يا جماعة انا طولت عليكم النهاردة، بس جدا الموضوع شيق ومهم جدا، وكنت حابب ان انا اعرضه عليكم وتستفيدوا منه. ان شاء الله نشوفكم في حلقات جاية، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.